زي ما وقفنا، زي ما حضراتكم شايفين، وقفنا النقطة اللي فاتت عند المرحلة دي. بس طبعا هنا علشان هي فسيلة كبيرة فاستعانوا بفني تاني وخبير تاني في عملية الفصل، علشان كبيرة وفيها كمية جذور كبيرة جدا، فبيشتغلوا اتنين قصاد بعض كده زي ما حضراتكم شايفين، وعلشان يقدروا يوصلوا لمنطقة الاتصال بالأم ويتخلصوا بأكبر كمية من الجذور دي. كلها جذور الأم زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، جذور الأم كبرت ولفت حوالين الابن أو الفسيلة علشان يوصلوا لمرحلة الاتصال. زي ما حضراتكم شايفين كده وصلنا للمرحلة هندخل على المرحلة الأخيرة. هو كده انتهى من عملية إزالة الجذور حوالين الفسيلة، كده وضح منطقة الاتصال بالأم زي ما حضراتكم شايفين كده، منطقة الاتصال بالأم كده انتهى من عملية نظافة الجذور اللي طالعة من الأم. هيبدأ بقى يخش عليها من المرحلة الأخيرة، مرحلة فصل الفسيلة من أمها زي ما حضراتكم شايفين. هيبدأ يدخل بالعتلة الخبير والفني الكبير أستاذ حمادة. اتفضل يا باشا. يبدأ يضرب كده، يشيل بقى الجذور اللي مش جايباها الأزمة. يبدأ يضرب من ناحيتين عند الأم علشان تبان منطقة الاتصال أكتر. ممكن هنا زي ما حضراتكم شايفين كده في مساعد يشد مع الحبل علشان يسهل عملية الفصل. دي بالنسبة للفسائل الكبيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، بيستعينوا بحد بيشد علشان تسهل عملية الفصل. هنا بقى بالنسبة للفسائل الصغيرة فبتسهل عملية الفصل فيها عن الفسائل الكبيرة، خصوصا اللي بتبقى متعلقة فوق دي بتبقى سهلة عن اللي تحت، تبقى فيها نسبة جذور. وأهم مرحلة ولابد أن نتأكد منها أن يبقى فيه تجدير على الابن أو على الفسيلة، لأن من غير خروج جذور من عليها من تحت ما يصلحش أن احنا نفصلها أصلا. وهنا بيبدأ زي ما حضراتكم شايفين كده بيبدأ يشيل جزء من الأم علشان تطلع الفسيلة مظبوطة بجذورها كاملة. يبدأ حد بيشد كده، خبراء فنيين في فصل الفسايل 20 و30 سنة كمان. العتلة كده تقريبا خلاص بيتخلص منها كده تمام زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش جرح في الأم الحمد لله، وفي نسبة جذور على الابن حاجة جميلة جدا الحمد لله. يبدأ بقى يشيل ممكن بالمسيوف يشيل بعض الجذور اللي هي الطويلة تمام كده زي ما حضراتكم شايفين كده، ان كمية جذور يعني الحمد لله الحمد لله. دي منطقة الاتصال، ممكن حضراتكم بندهنها بمادة زي البيتومين عندنا كده، علشان دي مادة بلاستيكية بتعزل المية عن الجدر. مكان دي مكان الاتصال الفسيلة بالأم، ده المكان الوحيد لاتصال الفسيلة بالأم، ودي أماكن خروج الجذور حوالين الفسيلة زي ما حضراتكم شايفين، وده اللي هيشتغل بإذن الله تعالى زي ما حضراتكم شايفين.